بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وهو سبحانه وتعالى حسبنا ونعم الوكيل. قال الإمام أبو شجاع رضي الله تعالى عنه وأرضاه في كتابه المسمى بغاية الاختصار وصلاة الكسوف سنة، يتكلم في هذا الفصل عن صلاة الكسوف من حيث حكمها وكيفيتها وما يطلب فيها وما يطلب لها. والعلماء من عادتهم والأئمة من دأبهم أن يتكلموا عن مشروعية الباب في أول ما يتكلموا، فتكلم علماؤنا عن مشروعية صلاة الكسوف وصدروا لها آية من سورة فصلت: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. لا تسجدوا، ده معنى عام، يعني لا تعبدوا، لا تعبدوا الشمس ولا تعبدوا القمر، لا بسجود ولا بركوع ولا بتعظيم ولا 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 إلى آخره، ولكن اسجدوا يعني صلوا. فأطلق الجزء وأراد الكل. واسجدوا، وخص هذا الجزء بذلك لعظم السجود، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. واسجدوا، وكأنه يشير إلى صلاة الكسوف وصلاة الخسوف. واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ولعلهم فهموا ذلك من أسباب نزول الآية، واستدلوا أيضا بخبر البخاري ومسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، آيتان أي علامتان دالتان على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، حيث لا يخلق هذه الأجرام العظيمة إلا من هو أعظم منها سبحانه وتعالى. إن الشمس والقمر آيتان يعني علامتان من آيات الله، أي من علاماته الدالة على كمال قدرته الباهرة المعجزة، لا ينكسفان، لا ينكسفان، فيها يا مشايخ بيقولوا عليها فيها تغليب، لا ينكسفان يعني لا ينكسف ولا ينخسف، لا ينكسف لا تنكسف الشمس ولا ينخسف القمر، كما يقول العمران على عمر وعلى عمر بن عبد العزيز وعلى عمر بن الخطاب، أو على سيدنا أبو بكر وعمر، أنا استعمالي كده لأن كان آل البكران، لأن سيدنا أبو بكر أفضل. طيب، يعني أنا أراها بهذه الطريقة، لكن هم في الدارج يقولوا العمران يعني على سيدنا عمر وعلى سيدنا أبو بكر. طب والتغليب ده هيجي منين؟ ده التغليب دائما يكون للأعلى وللأفضل. ولا أنت عايز تقول إيه؟ إيه؟ طيب، مش عايز أقول أي حاجة. لا ينكسفان لموتي أحد، يعني لا يحصل لهما تغير ما بسبب موت أحد،
ولا يحصل لهما تغير ما بسبب حياة أحد، فلا ينكسفان ولا ينخسفان لا بموت أحد ولا بحياة أحد، بل هما مخلوقان من مخلوقات الله يحركهما المولى سبحانه وتعالى كما أراد. فإذا رأيتم ذلك، إشارة إلى ما سبق اللي هو الخسوف والكسوف، فصلوا. صلوا ده إيه؟ ده فعل أمر، وفعل الأمر للوجوب ما لم تصرفه قرينة، والقرينة في حديث الأعرابي هي هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. وادعوا، والدعاء أيضا محمول على الندب، صلوا وادعوا حتى ينكشف، حتى للغاية، يعني صلوا وادعوا إلى أن ينكشف ذلك. فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. هو إيه اللي بيهم؟ إيه علاقتهم بالشمس والقمر؟ وأنت مش واخد بالك، أصل أنت الآن حضرتك قاعد في النور والكهرباء ومستمتع به الإضاءة، فأصبحت حياتك لا تسير ولا تتحرك إلا بهذا الضوء المصنوع اللي هو بالكهرباء. لكن حضرتك لو كنت كهؤلاء الناس يعتمدون في حياتهم وتعاملاتهم وأعمالهم على ضوء الشمس، فانكسفت الشمس هل هتعمل؟ طب هقول لك حاجة، لو اتقطع عن حضرتك الكهرباء ايه اللي هيحصل لك؟ اتقطع الكهرباء يعني مفيش مروحة، مفيش هواء سائع، مفيش تكييف، مفيش نور، مفيش لابتوب حتى نقرأ، مفيش موبايل. ايه ده؟ ده بلاء. يعني هما كان استمدادهم من الشمس، بمعنى ان هما يعني العمل كان في النهار والشمس تعطي الإضاءة، والإضاءة يعتمد عليها الناس في أعمالهم، فإذا حصل الكسوف، إما كسوف جزئي أو كسوف كلي، لا يشاهدون شيئا، أصبح عماء في عماء. هتتعطل معايشهم ولا لا؟ ولذلك هو قال له حتى ينكشف ما بكم. طب والقمر؟ نعم، لأنه أيضا كانوا ينتفعون ويستضيئون بنور القمر. اللي كان عايز يذاكر، عايز يتعلم، عايز يسهر بالليل، يعني إضاءة القمر أيضا تساعده. واللي عايز يسافر أيضا يسير في طريقه بإضاءة بضوء القمر، فكان في نفع في هذا ونفع في ذاك. فإذا خسف القمر أو كسفت الشمس حصل لهم هذا البلاء. فالإسلام شرع في مثل هذه الأحوال الصلاة والدعاء حتى ينكشف هذا البلاء. يبقى من هنا نأخذ أن كل بلاء نزل بالإنسان عليه أن يتقرب إلى الله، ويزيد التقرب في مثل هذه الأحوال بالذكر، بالدعاء، بالصلاة. وليس هذا فيه معنى الغضب، يعني بعض الناس ونحن جلسنا للفتوى ويعني باشرنا الناس وكلمناهم يظنون أن الابتلاء محض غضب من الله سبحانه وتعالى، مع أنه يؤدي في ظنه حق الله سبحانه وتعالى عليه. لا، إنما هو بلاء، والبلاء إنما ينزل إما لذنب اقترفه الإنسان، وإما لرفع درجات ولتبويئ مكانات عند الله يوم القيامة. طيب، وروي إن لما مات ولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا إبراهيم انكسفت الشمس، الناس ظنت إنه ما من عظيم يموت أو يحدث له شيء إلا والأكوان والأفلاك تتحرك معه،
فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبه على فساد تلك الثقافة. كل مجتمع له ثقافاته، يأتي الشرع لتصحيح هذه الثقافات إن كانت مخالفة للشرع. فظن الناس أنها انكسفت لموت سيدنا إبراهيم في هذه الحالة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رد عليهم ذلك وقال لهم: الشمس والقمر آيتان وعلامتان من علامات الله، لم يجعل المولى سبحانه وتعالى هاتين العلامتين لا لموت أحد ولا لحياته. وروي أنها انكسفت في حياة الحجاج، كسفت الشمس في حياة الحجاج. فظن الناس، ما هو في ناس دايما كده يعني ماشيين مع أي حاجة، قالوا لا ده الحجاج ده هي انكسفت بسبب حياته. يعني ايه لا ده؟ خلي بالك هنا كمان، ايه ده؟ عايزين يقولوا الحجاج وحياة الحجاج بلاء، فمن أجل ذلك انكسفت الشمس. ده بلاء ما يعلم بالله ربنا، وهو سبب النكسة اللي فيها الأكوان والأفلاك. فظن الناس أنها انكسفت لحياته، فأخبر بأن انكسافها حينئذ ليس لحياته، وإن كان ذلك قبل وقوعه. يعني سيدنا رسول الله أخبر بالمغيبات قبل أن تقع، وقال لي إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسف لموت أحد، ده كان قبل ما يموت سيدنا إبراهيم، ولا لحياته قبل ما يظهر الحجاج الطاغية. ثم بعد ذلك علماؤنا تكلموا على أن صلاة الكسوف شرعت في السنة الثانية من الهجرة، وصلاة خسوف القمر شرعت في السنة الخامسة من الهجرة في جماد الآخر، على الراجح من أقوال العلماء. قال: وصلاة الكسوف سنة. قضية بقى إطلاق الكسوف والخسوف فيه كلام طويل للعلماء وأهل اللغة، خد بالك. فبعضهم بيقول لك إن الكسوف إنما يقال لتغير الشمس ولا يقال للقمر، والخسوف إنما يقال لتغير القمر لا للشمس، وهذا هو المشهور عند القوم. إن كسوف يعني شمس، وخسوف يعني قمر. وبعضهم قال لا، ده الكسوف يطلق على تغير القمر والشمس وهكذا، ولكن المشهور عند أهل العلم أن الكسوف خاص بالشمس وأن الخسوف خاص بالقمر. وأحيانا يطلق الكسوف ويراد به تغير القمر وتغير الشمس، وهذا الاستعمال استعمله الإمام أبو شجاع في أول الكتاب وقال: وصلاة الكسوف، ولعله أراد بالكسوف ما يشمل كسوف الشمس وخسوف القمر، أو ممكن يكون يعني أراد بالكسوف ما يشمل الكسوف والخسوف من قبيل التغليب يعني، لكن ده على خلاف المشهور. الإمام زكريا الأنصاري في منهج الطلاب قال: وصلاة الكسوفين، على باب التغليب. ثم قال بعد ذلك: سنة. عرفنا سنة يعني إيه؟ يعني يثاب فاعلها ولا يأثم تاركها. والكسوف مأخوذ من الكسف، كسف كسوفا، مأخوذ منين؟ من الكسف، كسف
يبقى مش كسوفا بقى كسفا، يبقى كسف كسفا مش كسوفا، لان الكسف ده ايه؟ فعل. طب والكسف ده معناه ايه؟ كسف كسفا يعني استتار. ولذلك يقول لك انا مكسوف. يعني ايه مكسوف؟ يعني عبارة عن يعني بتستتر عند فعل ما يشين، ولذلك بيسموه كسوف، في شيء من الاستتار. والخسوف مأخوذ من الخسف، خسف خسفا مش خسوفا، خسف خسفا، وهو المحو. يقول لك يخسف بك الأرض، يعني ايه؟ يعني يمحو بك الأرض. يبقى الخسوف في شيء من الايه؟ من المحو. ده يعني أصل اشتقاقهم. ويجوز إطلاق الكسوف والخسوف على كل منهما، يعني يطلق الكسوف على القمر ويطلق الكسوف على، يطلق الكسوف على القمر ويطلق الخسوف على الشمس، يعني بالعكس. سنة يعني هو مثاب عليه، وهو سنة في حق كل أحد، سواء كان ذكرا أو كان أنثى، كان مسافرا، كان مقيما، كان حرا، كان عبدا. ويسن أن تصلى هذه الصلاة في جماعة، حتى قيل أنه يسن لولي المميز أن يصطحب ابنه لها، ولكن طبعا لما يصلي بالهيئة الكاملة التي سيأتي الكلام عليها يعني طويل، ده يقرأ فيها ايه؟ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة. ايه الطفل هيستحملها ازاي؟ ده هيقرأ كم جزء؟ ده 7 أجزاء وبالظبط. يقول اذكار مثل ال7 أجزاء يعني 15 جزء، 15 جزء يعني 20 في 20 ب400 دقيقة، 400 دقيقة على 60 يعني يعمل لنا كام؟ يعني هيعمل لنا 6 ساعات صلاة. 6 ساعات ايه؟ عشان تصلي الصلاة الكاملة. طبعا كانوا بيصلوها 6 ساعات، يعني افترضنا ان الشمس كسفت الساعة 9 صباحا، تفضل تصليها لغاية اذان العصر. ايه؟ ما يكمل الساعة 3 والدور بتأذن 3:30، في نص ساعة. ده انا بقول لك يعني شوف 6 ساعات لما ناخد الهيئات المختلفة، لان لها هيئات وهنذكر هذه الايات. طيب قال مؤكدة، يعني هي سنة ايه؟ مؤكدة يعني سنة مطلوبة طلبا اكيدا، حتى قال علماؤنا انه يكره تركها. ولذلك قال الإمام الشافعي لا يجوز تركها. لا يجوز معناه إيه؟ اللي هيقرأ بقى وهو مش فاهم مصطلحات المذهب وليس له حرفة ولا صناعة بالمذهب يقول لك يبقى حرام، يبقى تركها حرام، يبقى فعلها واجب، يبقى صلاة الكسوف واجب. ده الإمام الشافعي نفسه اللي بيقول. طب وهو أنت مين حتى تفهم كلام الشافعي يعني؟ ها؟ وتعرف يعني المقيد والمخصص وإلى آخره من كلام الإمام الشافعي. أنت بتتعامل مع كلام الإمام الشافعي بحرفية بجزئية، ولكنك لم تتعامل مع كلام الإمام الشافعي كفقه الإمام الشافعي من أول ما ألف إلى آخر ما ألف. ما تعرفش إيه اللي يخصص كلامه وإيه اللي يقيد كلامه، والكلام المتأخر عن الكلام المتقدم، وما تعرفش من كلامه في قرائن صارفة للوجوب. يا سيدي الفاضل، العلماء يتعاملون مع كلام الإمام الشافعي كتعامل الشافعي مع كلام الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنهم يجرون على كلام الشافعي القواعد التي يجرونها على كلام الله سبحانه وتعالى، من التخصيص ومن التقييد ومن الظاهر ومن المؤول ومن الناسخ والمنسوخ إلى آخر ما في كلام الإمام الشافعي. فلما الشافعي يقول لا يجوز تركها، حضرتك من أول وهلة تقول إيه؟ تقول يبقى حرام، لأنك مش فاهم المصطلحات.
قال له أصله هو لما قال لا يجوز تركها معناه إنه تركها مكروه، ولما يتركها يبقى هو ارتكب المكروه، ولما يرتكب المكروه يبقى ارتكب غير الجائز، لأن المكروه يوصف بعدم الجواز. ولذلك قالوا إذ المكروه يوصف بعدم الجواز، لأن لا يجوز تركها يعني تركا مستوي الطرفين، لا يجوز تركها تركا مستوي الطرفين. ولذلك قال إذ المكروه يوصف بعدم الجواز، يبقى هذا الفعل لا يجوز تركه، يبقى هذا الفعل يساوي أنه مكروه. وقالوا لابد من تيقن الكسوف، تيقن يعني 100% كسفت الشمس. طب شك أنه كسفت أو لم تكسف إزاي؟ قاعد في الرواق الجاوي وشك، لقى كده يعني زي ما تقول الدنيا ظلمت مرة واحدة، فشك هل يا ترى الظلمة دي جاءت من كسوف الشمس ولا جاءت من شيء آخر؟ هو قاعد هنا لا يجوز له حينئذ أن يصلي. لماذا؟ قال لأن الأصل عدم الكسوف. طب هاب إنه هو غلب على ظنه يصلي، لأن المظنة تقام مقام المئنة، المظنة اللي هي مظنة الكسوف أقيمت مقام تيقن الكسوف. حلوين كده؟ حلوين. طب افرض ان هو تيقن، يعني نزل وشاف ان الشمس القرص مظلم، معظمه مظلم، يبقى ده اسمه كسوف جزئي، يبقى صلي. طب هل يسن لها ما يسن للجمعة من الاغتسال والتنظف بحلق الشعر وقلم الظفر؟ قالوا لا، لا يسن لها اغتسال، لا يسن لها الاغتسال، يسن لها الاغتسال. وأما التنظيف، التنظيف اللي هو إيه؟ إن هو ينظف نفسه، يرتدي أحسن الثياب، يحلق شعره، يقلم أظافره، كل ذلك لا يسن له، ولكن يسن له الغسل، لأن في موطن هنجتمع فيه مع الناس، ولما نجتمع مع الناس يسن إن احنا نزيل العرق حتى لا تتأذى الناس بهذه الروائح الكريهة، يبقى الغسل مسنون. طب وتنظيف حلق الشعر والتف الإبط وتقليم الأظفار؟ قالوا لا يسن. لماذا؟ قالوا لأن حضرتك على ما تعمل كل هذا الوقت ضيق، قد تفوتك الصلاة، يبقى ضيعت السنة يا مسكين، يبقى من أجل هذه الأشياء لا تترك السنة. قال ومن السنة أيضا أن يخرج في ثياب بذلة، يعني الثياب اللي بيلبسها في المنزل، الثياب المرهدلة، الثياب التي يعتاد أن يجلس بها في بيته، يسن له أن يذهب بها إلى محل الجماعة، لأن هذا في نوع من الاستكانة ونوع من التضرع وهكذا. عايز ربنا يستجيب دعائك، كن متضرعا، كن متذللا، كن مستكينا له سبحانه وتعالى. ما حكم ما لو فاتت هذه الصلاة؟ هل تقضى؟ ده سؤال. فإن فاتت، أو المتن بيجيب عنه، فإن فاتت اللي هي اللي فاتت صلاة الكسوف، يعني حضرته على ما دخل اغتسل ولبس ونزل لمحل الجماعة، كانت الشمس الحمد لله عادت إلى أصلها وانتهى كسوفها، يبقى فاتت الصلاة، هل تقضى؟ قالوا لا، لا تقضى هذه الصلاة. لماذا؟ قال لأن الصلاة إما صلاة ذات سبب، وهذه تفوت بفوات سببها فلا تقضى، وإما نفل مؤقت بوقت، وهذه لشبهها بالفريضة تقضى. لو فاتتك القبلية أو البعدية للظهر تقضيها، لأنه وإن كانت فاتت الظهر القبلية أو البعدية، وإن كانت
نفل إلا أنها ذات سبب وقته، مش ذات سبب مؤقتة، مؤقتة بوقت، لكن ذات سبب زي الكسوف، المؤقتة بوقت لكونها شبيهة بالفريضة تقضى كالفريضة، تقضى كالفريضة. طب وذات السبب هذه شرعت لسبب معين، شرعت للكسوف، شرعت للخسوف، فإذا ذهب السبب لا تقضى، بخلاف الأخرى مؤقتة بزمن، مرتبطة ببداية ونهاية، كالفرض مرتبط ببداية ونهاية، ولذلك الفرض يقضى، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكره، يبقى لكونها شبيهة بالفرض ذات الوقت اللي هي القبلية أو البعدية تقضى، الوتر يقضى، لكن ذات السبب كالكسوف لا ما تقضاش. صلاة العيد تقضى لأنها ذات وقت معين. طب وهل لو صلى وبعد ما صلى سلم الحمد لله انكشف البلاء وذهب الكسوف وذهب الخسوف وذهب التغير، هل له أن يخطب في الناس؟ نعم، ما دام صلاها وزال البلاء قبل أن يخطب له أن يخطب، لأن الخطبة مشتملة على الوعظ، يقول لهم اتقوا الله وخافوا ربنا وانظروا إلى آياته وخافوا عقابه، ده شيء مطلوب. طب افرض ان هو ما صلهاش، جه يصليها فاتت ما لحقهاش، هل يخطب؟ قالوا لا، لانه اذا فات المتبوع فات التابع، ده ما فيش صلاه اصلا، يبقى كمان ما فيش خطبه لان الخطبه تابعه، وفات المتبوع يفوت التابع، لكن الثانيه لا، ده المتبوع موجود وهو الصلاة صليناها، غير أننا لما سلمنا لم نجد الخسوف لم نجد الكسوف، نخطب لأن التابع تابع. طب هب إن هي لم ندركها وفاتت علينا، وقلنا بأنه لا يستحب قضاؤها، أنا بقى هقضيها، أنا إيه؟ هقضيها، تنعقد أم لا؟ قالوا لا تنعقد، لأن الأصل في الصلاة إذا لم تطلب عدم الانعقاد، احفظها كده، الأصل في الصلاة إذا لم تطلب عدم الانعقاد. ويصلي، من اللي يصلي؟ الشخص، لكسوف الشمس وخسوف القمر. شوف بقى، شوف الشيخ عمل ايه، عمل حاجة لطيفة خالص، قبل كده قال لك ايه؟ قال لك وصلاة كسوف الشمس، الكسوف وصلاة الكسوف سنة، ثم قال والكسوف للشمس والخسوف للقمر ركعتين، حاجة بديعة، بيلعب بالعبارات لعب، مرة يطلق الكسوف على ما يشمل الخسوف، ومرة يعين أن الكسوف للشمس والخسوف للقمر، ده عبارة عن تفنن في العبارة، خد بالك تفنن فين؟ في العبارة، استعمالات متعددة، وهيظهر مكانته اللغوية. طب أولا، هي أنت بتقول يصلي، هو مش في نية؟ في نية. طب ينوي إيه؟ قال ينوي الصلاة، ويعين الكسوف أو الخسوف. طب وهل يلزمه أن يعين النفلية؟ لا، هي مثل الفريضة، بس الفريضة بتزيد بأنه هو بيعين الفرضية، يقول نويت صلاة، أبص صلاة الظهر، بيعينها هو كمان نحة فرضا،
يبقى في ثلاثة، لأن إذا كانت الصلاة فرضا عليه ثلاثة أشياء. أولا أن يعين، أن يعني ينوي الصلاة ثم يعين الصلاة ثم ينوي الفرضية. نويت الظهر أصلي الظهر فرضا فقط كده. طب ولله تعالى وقضاء وأداء كل هذه سنن. طب هنا هينوي الصلاة وهينوي الكسوف أو الخسوف، ولا يلزمه أن ينوي النفلية. طيب حلو، قال لكسوف الشمس ويصلي لكسوف الشمس وخسوف القمر ركعتين. الله، يعني هم ركعتين. ركعتين بس لهم هيئات وكيفيات ثلاث، أقلها أن يصليها كركعتي كسنة الظهر، ركعتين كسنة الظهر تماما، ده أقلها. ثم بعد ذلك عندي أدنى الكمال وأعلى الكمال. أدنى الكمال أن يصليهما بقيامين وركوعين في الركعة الأولى، قيامين في الركعة الثانية، قيامين في الركعة الأولى، ركوعين في الركعة الثانية، ركوعين ولا يطيل فيهما. ده اسمه أدنى الكمال. طب وأعلى الكمال؟ القيامين وركوعين وأن يطيل في القراءة. والإمام الشافعي وردت عنه هيئتان في القراءة، هنقول عنهم إن شاء الله. فإذا أحرم بها، افرض إن هو قال الله أكبر ونوى بقلبه أن يصلي الكسوف أو الخسوف، أي هيئة من دي تتعين؟ هل في هيئة من الهيئات دي تتعين؟ إذا نوى وأطلق في نيته بأن قال نويت أصلي خسوف القمر أو كسوف الشمس، قال والله تخير بين هذه الثلاث هيئات، يعني إما أن يصليها كسنة الظهر، وإما أن يصليها بركوعين وقيامين ولا يطيل القراءة، وإما أن يصلي بقيامين وركوعين ويطيل القراءة. يبقى عندنا ثلاث هيئات، إذا أطلق فإنه يتخير بين هذه الثلاث هيئات. لكن خلي بالك إنه لو شرع في هيئة معينة قصدها بقلبه، وهو بيقول الله أكبر قصد بقلبه إنه هو يصليها بركوعين وقيامين تعين. إذا نوى شيئا وعينه تعين، ولو أتى بغيره لا يجزئ. يعني إيه اللي حصل؟ دخل كده وقال نويت أصلي صلاة الخسوف بركوعين وقيامين، تعينت هذه الهيئة، يعني ما ينفعش يأتي بغيرها، لا يصح أن يأتي بغيرها. طيب جميل، سؤال بقى برضك، وده هتلاقوه في بعض المذاهب، وهو بيصلي وجد عمال يصلي ويطول عشان الشمس يزول كسوفها ما حصلش، فهل يشرع له أن يزيد في ركوع بسبب أن الشمس لم ينكشف كسوفها؟ قالوا لا يجوز له، ولذلك قالوا لا يجوز أن يزيد ركوعا لعدم الانجلاء. طب افرض أن هو وهو بيصلي قال الله أكبر وقرأ الفاتحة وجد الحمد لله أن الشمس، إن الحمد لله زال
تغيرها وعادت إلى طبيعتها، فهل في هذه الحالة يكمل؟ نعم يكمل. طب ينقص ركوع مما عينه من أجل أن البلاء قد زال؟ قالوا لا، ولذلك قالوا لا تجوز الزيادة على ما نواه ولا النقص عنه للانجلاء وعدمه، فيمتنع زيادة ركوع لعدم الانجلاء. يعني ما يصليهاش بثلاثة، يقول ايه ده، ده أنا عمال أصلي والشمس مش عايزة تتحرك ولا تتعتع ومش عايزة ترجع إلى طبيعتها، أما أزود ركوع؟ قالوا لا يجوز. لا الحمد لله انجلت. طب ما نقص ركوع؟ قال لا، ما دام عينت يتعين، عامله زي النذر بالظبط. طيب عايزين نعرف بقى نصليها ازاي. قال يحرم بها بنيه صلاه الكسوف، اي صلاه وكسوف، وما يقولش نفلا، لا يلزمه ان يقول نفلا، قلناها. طيب بعد كده، بعد ما يحرم بها ويقول الله اكبر ناويا صلاه الكسوف او صلاه الخسوف، ياتي بدعاء الافتتاح. يقول بقى اي دعاء من ادعيه الافتتاح التي تعلمناها، ثم بعد ذلك يتعوذ، ثم بعد ذلك يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ سورة. يقرأ سورة، عايز بقى أنهي كيفية؟ عايز أنهي هيئة؟ لو عايز الهيئة رقم واحد أن تقتصر على ركعتين كسنة الظهر، صليها كما شئت. أريد أن أصليها بالهيئة، يعني خليني وسط، هاخدها بالهيئة القصيرة خلاص مفيش مانع. بعديها اقرأ سورة قصيرة، ثم بعد ذلك يعني تمها على هذا الوضع، يبقى تنال أدنى الكمال. لا أنا مش عايز أدنى الكمال، أنا عايز أعلى الكمال، ماذا أصنع؟ بس أقف اقرأ سورة، واخد بال حضرتك، وتعالى بقى بعد اقرأ الفاتحة، وبعد الفاتحة هنشوفها تقرأ قد إيه. عندنا طريقتين وعندنا نصين للإمام الشافعي. طب وبعد ما اقرأ سورة هنتكلم عنها بعد كده اعمل ايه؟ قال له اول حاجة تركع. وانت قلت عايز تقتصر على الادنى، يبقى اركع الركوع العادي. عايز تقتصر على او تريد الهيئة الاعلى والاوسع، سبح فيها بقدر 100 آية. 100 آية من سورة البقرة، ده في الأولى. يعني قد إيه يا مولانا؟ يعني بقدر جزء. يعني في الركوع تفضل راكع 25 دقيقة. 25 إيه؟ دقيقة، لأن الجزء بيقرأ ما بين 25 نص ساعة. ده في الركوع الأول. طب الركوع الثاني أقل شوية، لسه هيجي. ثم يعتدل أهو، يبقى يقرأ سورة في القيام الأول، ثم بعد ذلك يركع، ثم بعد ذلك يعتدل، ولما يعتدل هيتعوذ، يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ سورة إن أراد أن يقتصر على الأدنى، ثم بعد ذلك يركع، ثم بعد ذلك يعتدل، ثم بعد ذلك يعني يكمل صلاته. هنا بقى في أشياء يعني كلها لطيفة. طيب والسجود؟ لا السجود لا زيادة فيه، السجود كما هو لا يزيد في السجود. طب والركوع الأول والركوع الثاني والركوع الثالث والركوع الرابع، كل هذا لابد فيه من الطمأنينة. طب والاعتدال الأول والاعتدال الثاني أيضا لابد فيه من الطمأنينة كما ذكر الشارح.
قال: قيامان يطيل القراءة فيهما، وركوعان يطيل التسبيح فيهما دون السجود. طيب، يبقى كل اللي احنا قلناه ده كان عبارة عن فوائد التقطناها من يعني الشارح ابن قاسم. في كل ركعة، في كل ركعة، أي من الركعتين، قيامان يطيل القراءة فيهما. يطيل القراءة فيهما ده يدل على إيه يا مشايخ؟ يدل على إن الإمام أبو شجاع يختار الكيفية رقم 3، لأنه قال يطيل القراءة فيهما، أي في الركعتين، فيقرأ في الأول منهما. يبقى احنا عندنا كام؟ عندنا 4 قيامات وعندنا 4 ركوعات. الأول هيقرأ سورة البقرة. سورة البقرة يعني مثلا ساعة وتلت، ساعة وتلت بيقرأ في سورة البقرة. وفي الركوع في القيام الثاني يقرأ سورة آل عمران، يعني ساعة. الاثنين ياخدوا ساعتين، قولوا ساعتين عشان هو بيقرأ بسرعة. وفي الثالث يقرأ سورة النساء 3 ساعات. وفي الرابع يقرأ المائدة، ادي 5 ساعات. ان احسن ذلك ان كان حافظ. طب افرض ان هو مش حافظ من اول القرآن، ده حافظ من اخر القرآن. طب هو مش حافظ من اول سورة البقرة ولكنه حافظ من النص، حافظ من الاخر، يعمل ايه؟ قال يقرأ بمقدارها. يعني كام؟ يقرأ 7 اجزاء بمقدارها، يعني من أول العنكبوت لغاية المجادلة 7 أجزاء. في نص آخر للإمام الشافعي بيقول إنه يقرأ في القيام الأول بسورة البقرة كاملة، وفي الثاني يقرأ 200 آية منها معتدلة، 200 آية معتدلة منها، 200 آية، يعني يشوف 200 آية معتدلة من سورة البقرة توازي قد إيه مما بعدها، ويقرأ مما بعدها ما يساوي قدر 200 آية من سورة البقرة، ويقرأ في القيام الثالث 150 من البقرة. يبقى هي البقرة ايه؟ المقياس. 200 آية يعملوا قد ايه؟ قال يعملوا مثلا 2 جزء، اقرأ بعدها ما يساوي 2. انت عندك آل عمران 11 ربع، 11 ربع يعملوا لك كام؟ يعملوا لك 1.5، 1.5. ايوه، مش الجزء مش 8/4 ولا على عهدكم اتغير؟ 8، ايوه 8/4. يعني هو يقرا آل عمران ويقرا كمان معاها حوالي 4/4 من النساء، ده في القيام الثاني. شفت بقى؟ عشان تعرف الخلاف ما بين الطريقة الأولى والطريقة الثانية. وفي الركوع الثالث 150 من البقرة، وفي الرابع مقدار 100. طيب، حلو أوي، كلام جميل. قال: وفي كل ركعة ركوعان. جميل، واضح جدا. يطيل التسبيح فيهما، فيسبح في الركوع الأول
بقدر 100 آية من البقرة، وفي الثاني بقدر 80 آية من البقرة. يعني شوف بقى المئة آية بيتقرأوا في قد إيه؟ والله مولانا بيقرأوا تقريبا يعني في حوالي 40 دقيقة. يبقى الركوع الأول 40 دقيقة، يبقى تقريبا لازم الشمس لما تنكسف تنكسف بالظبط الساعة 7 الصبح عشان نلحق نخلص صلاة الكسوف الساعة تقريبا كده هو الساعة 3، لأن من 7 5 ساعات 3 يبقى 8 ساعات. طب هو ده بيدل على إيه عندهم؟ لا، ده بيدل على إن الوقت كان فيه بركة. لا، بالطريقة دي كده اجزم إن الوقت كان فيه بركة بطريقة غريبة. أما عندنا لا، لما تشوف إحنا بنقرأ، لما تقرأ مثلا جزء وأنت بتصلي بالناس وتمد وتغن وتقف محتاج تقريبا حوالي 40 دقيقة في الجزء. جميل؟ 40 وإحنا عندنا كام؟ عندنا 7 أجزاء. 40 في 7 بكام يا مولانا؟ ب 280. 280 على 60 هتعمل لنا كام؟ 5 ساعات قراءة. ده بس وأنت واقف. طب وأنت قاعد وأنت بقى حضرتك في الركوع، أنا بس بقول كده ليه؟ عشان أقول لك إن زمانهم كان في بركة بخلاف زماننا. قطعا ظهر قدامنا اهي، قطعا ظهر قدامنا. طب بص بقى في الركوع الاولاني ايه؟ بقدر 100 ايه، وفي الثاني بقدر 80 ايه، يبقى 180 ايه، وفي الثالث بقدر 70، يبقى كام يا مولانا؟ 250 ايه، وفي الرابع بقدر 50 يبقى 300 ايه. 300 ايه يعني حوالي 3 أجزاء، والثلاث أجزاء دول بياخدوا نص ساعة، يعني حوالي ساعتين بالظبط وهو في الركوع بيسبح. ده انت لو هتحسبها بالزمن هتقول لا، الجماعة دول كانوا بينتظروا ان هي تكسب، اول ما تطلع الصبح يفضل يصلوا لغاية المغرب. ما هو كده، ما تعدها كده، هيجمعهم عند من اجاز. لا، هو ده معناه ايه؟ والله تامل كده. عايزك كنت بتقرا العلم ما تبقى السطح، اقعد كده وتامل، اقعد كده شوف هو هياخد قد ايه، وكان بيقرا قد ايه عندهم وقد ايه عندنا، هتفهم الدنيا كانت ماشيه ازاي، وهتشوف ان اللي كان بيؤدى عندهم في زمانهم أضعاف مضاعفة إحنا ممكن نأديه في سنتين ثلاثة. يعني بنشوف مثلا الشيخ الخطيب، وأنا شغله في أكثر من كتاب، الإمام النووي، أنت بتتعجب 45 سنة وعمل كل المؤلفات دي إزاي؟ حقيقي ده أنت بس عشان تقرأ روضة الطالبين تقرأها بس كده وتجيب مصادرها وتجيب الآراء اللي هو خدها منين وعمل فيها ايه، ده انت محتاج 20 سنة في الروضة بس. لا لا، يبقى العمر غير العمر، حتما العمر غير العمر، البركة كان في بركة في العمر والوقت، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أجرى على أيديهم هذه المؤلفات. لكن صعب، بص اقعد احسبها كده بتوقيت زماننا، ده انت محتاج 10 ساعات. يعني اكتر من وقت. طب هقول لك حاجه، في الشتاء النهار بيبقى قد ايه؟ النهار ممكن يكون 12 ساعه. 12 ايه؟ النهار ممكن من اول طلوع الشمس الساعه 6 يبقى 11 ساعه. لو كسفت من اول ما تكسف لغايه المغرب مش هيقدر يصلي الصلاه دي بالطريقه دي. طب على كل حال، يبقى ده معناه ايه؟ معناه ان زمانهم كانوا يتمتعون فيه بالبركة في الوقت، وان زماننا يعني على ما فيه من التكنولوجيا والاشياء الحديثة الوقت فيه لا نستطيع ان نفعل فيه شيئا.
وأكبر دليل على هذا أنا وقتي لا أستطيع أن أنا أفعل فيه كل ما أريد. طيب قال دون السجود، هل بقى السجود يطيل فيه أم لا؟ في خلاف في المذهب، بعضهم قال يطيل والمعتمد أنه يطيل فيه، كما ذهب إلى ذلك المحقق الشيخ الباجوري. طب هيطيل فيه قد إيه؟ قالوا نحو الركوع الذي قبله، اللي هو أنه ركوع الركوع الثاني والركوع الرابع. معايا؟ ما بيقول لك الركوع الذي قبله هو السجود ده، هاخد الركوع اللي قبله الركوع الثاني. هو الركوع الثاني قد ايه؟ اطلع كده بيقول لك اهو قدر 80 آية. يبقى في السجود الاول من الركعة الاولى يبقى بقدر، تسبح بقدر 80، والسجود في الركعة الثانية تسبح بقدر 50. يعني في السجود الأول 80 والسجود الثاني 80، والركوع والسجود الثالث 50 و50. فيسبح في الأول بقدر 100 كالركوع الأول، وفي السجود الثاني بقدر 80 كالركوع الثاني، وهكذا. يعني عنده أدي 100 و100، أدي 200 آية، و80 و80، ده على الطريقة الأولى، دي مش على الطريقة الثانية، أنا حسبتها على الطريقة الثانية. و80 و80 يبقى كام؟ 160. و100 و100 يبقى كام؟ يبقى 200 ومعايا 160 يبقى 360. 360 يعني أنا بتعجب الوقت يجيبوه منين؟ يعني تقريبا حوالي من 8 ل 9 ساعات أو 10 ساعات في زماننا. 10 ساعات يعني عبادة وقراءة وقيام لله. طيب يلا. ويخطب الإمام بعدهما، ما خلاص ما هو صلى مش كفايه عليه الصلاه يا اولاد، لا يخطب كمان، هو في وقت للخطبه قال واخطب. مين اللي هيخطب؟ قال يا ما ده مين بيقول لك؟ الامام يعني الخليفه يعني رئيس الدوله هو اللي هيصلي بيهم، او نائبه او يبعت مستشاره يصلي بيهم، نائبه يعني. وتختص الخطبة بمن يصلي جماعة من الذكور. قالوا الخطبة ديت لمن صلى جماعة. طب افرض انا ما صليتش ومعايا مجموعة وما لحقناهاش ولم ندركها وزال السبب قبل ان نصلي، يبقى لا نخطب. طب انا صليتها منفرد، هل ليا خطبة؟ قال لا خطبة لمنفرد. حضرتك يعني وانت بعد ما تصليها هتقوم تخطب تعمل ايه؟ تقف كده وتبص للمرايه وتقول ان الحمد لله عشان تلاقي حد تخطب له؟ ولا لجماعه النساء، افرض بناتنا دول صلوها، هل واحده منهم تطلع وتقف على المنبر وتخطب يعني وتحقق السنه بذلك؟ لا، لان الخطبه هذه من وظيفه الرجال، وظيفة وربنا سبحانه وتعالى خصها بالرجال، لا مجتمع ذكوري ولا مجتمع حاجة تانية، ولا العبارات المستفزة والعبارات الإرهابية التي يوجهونها لنا، دي وظيفة. كما إن ربنا خص المرأة بوظيفة الرضاعة، وخصها بوظيفة الحمل، وخصها بوظيفة الأمومة، وخصها بوظيفة الحضانة. يبقى الأب نفسه يحتضن الولاد عند الانفصال، الأم لا معها الحضان لأنها أليق بالنساء، دي وظيفة. قلنا بقى لما انتوا اديتوا بقى الحضانة للإناث والعيال يعني
أن أبوه يحبهم. قلنا بقى أن ده مجتمع أنوثي، ولا قلنا لا ده حقوق وواجبات ووظائف وتوزيع وزعها المولى سبحانه وتعالى. لكن هذه العبارات يرددها من يريد أن يتفلت من شريعة الله وأن يصنع أحكاما بهواه ومبتغاه، اصنع بعيد عنا. لكن احنا هنتمسك بديننا إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. ديننا رقم واحد في حياتنا، من غير ديننا لا نشعر بحياتنا ولا نحس لها طعما، ملهاش طعم من غير الدين. طيب أن طبعا الفتن شغالة، فأنتوا لابد أن تتنبهوا لمثل هذا. طب افرض أن بعد ما صلوها النساء مع بعض قامت واحدة منهن من باب الوعظ مش من باب الخطابة، وراحت قالت لزمايلها اتقوا الله والشمس والقمر آيتان واعتدلوا وتحجبوا واعملوا وسووا، خلاص لا بأس، موعظة مش خطبة فلا بأس. قال ويخطب بعدهما يعني بعد الخسوف والكسوف، وفي نسخة بعدها أي بعد الصلاة، هذه صحيحة وهذه صحيحة، خطبتين يعني كخطبتي العيدين في الأركان والشروط. إلا أن هنا لا يسن التكبير للخطبة، يعني ما يطلعش كده وبيخطب يقول الله أكبر الله إلى آخره، لا يسن فيها التكبير لأن التكبير لم يرد في خطبة الكسوف. لكن يشترط الإسماع والسماع، يشترط أني أنا أرفع صوتي بحيث يسمع الناس. وسماع مين؟ سماع المأمومين، استمعوا بقى للخطبة يعني ما تعبسوش. وكون الخطبة عربية بأركانها يعني ما تخطبش بالملاوي، أركان الخطبة الأساسية قولها باللغة العربية وبعد كده قول بالملاوي وربنا يرفع البلاوي. وكون الخطيب ذكرا ليه؟ ده وظيفة، وظيفة دينية. أما بقى الهبل اللي يقولك أصل إحنا بقينا نعمل مسجد ليبرالي ومسجد بتنجاني ومسجد، ده كلام بقى المتفلتين يريدون أن يشرعوا من دون الله. اذهبوا وافعلوا ما شئتم ونلقاكم يوم القيامة. ليبرالي إيه وبتنجاني؟ وفي الخطبة يحث الناس على التوبة. ده احنا شايفين آية من آيات الله تهز الكون، ويحث الناس يعني يأمرهم أمر مؤكد في الخطبتين الأولى والثانية على التوبة. هي التوبة مش واجبة؟ أيوة واجبة، ولكن يتأكد الأمر بها في مثل هذه الأوقات، لأننا في أوقات البلاء، وفي أوقات البلاء ينبغي للإنسان أن يخرج من المعاصي لعل الله أن يرفع البلاء عن الأمة. طيب وقد تكون التوبة سنة، وإن كانت واجبة قبل لا طيب، وقد تكون سنة قبل أمره، قبل ما يأمر الإمام. ما هو لو بعد ما أمر الإمام بتبقى واجبة، لو كان في معصية يبقى هي واجبة أمر الإمام أو لم يأمر، لكنها تتأكد بأمر الإمام. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هي قبل ما الإمام يأمر بها إن كان للشخص معصية وذنب يجب عليه أمر الإمام أو لم يأمر أن يخرج من معصيته، سواء كانت متعلقة بحق الله أو متعلقة بحق العباد. طيب ما فيش معصية، ده مين اللي ما فيش معصية عنده؟ طفل صغير
لسه أول بلوغ لي الفترة دي، يعني كان صغيرا فبلغ، وأول ما بلغ لأنا بنصلي فصلى معانا، يبقى لم يرتكب ذنبا. قعد وبعد ما صلى الإمام وعظ وأمر بالتوبة، يبقى التوبة في حقه إيه؟ قبل ما الإمام يقول ما كانتش واجبة، وبعد ما الإمام أمر بها صارت واجبة في حق ذلك الذي بلغ، لأنه لم يذنب قبل ذلك. أو واحد دخل لسه الإسلام والإسلام يجب ما قبله ولم يرتكب ذنبا، طيب، فإن التوبة في حق هؤلاء سنة لعدم ذنب لهم، وتجب عليهم في هذه الحالة بأمر الإمام، يبقى يجب عليه أن يتوب. يعني هي توبة صورية، يعني كأنه يقول بقلبه هكذا تبت إلى الله، لأن لما تيجي تشوف أركان التوبة تقول لي الندم، الندم على إيه؟ هو أنا عملت حاجة عشان أندم؟ بس هي واجبة، واجبة يعني كأنه يقول هذا الطفل الذي بلغ وذلك يعني الشخص الذي أسلم، كأنه يقول هكذا تبت إلى الله، كأنه يعني وجب عليه بأمر الإمام أن يقول بلسانه تبت إلى الله، وأن يقول بقلبه هكذا تبت إلى الله. أما التوبة الحقيقية اللي هي الرجوع من الذنب والندم عليه والنية على أنه لا يعود والإقلاع، دي غير متحققة في ذلك الرجل. يبقى هو بس هنا كأن التوبة التي وجبت عليه توبة صورية وليس التوبة حقيقية. وأيضا يحثهم، يأمرهم أمرا مؤكدا على فعل الخيرات من صدقة. الإمام كده هو بيخطب تصدقوا، لأن الصدقة تطفئ غضب الرب، لأن الصدقة تجلب البركات وتدفع النقمات. طب هتصدق، الإمام هيقول لي تصدقوا وأخرجوا من أموالكم لله، تعالى هخرج قد إيه؟ قال له أقل متمول. يعني أقل متمول يعني يا مولانا، والله دلوقتي اللي بيشتري الرغيف، الرغيف بقى بكام بقى في العصر دوت، عصر الغلاء والبلاء وعصر اللي ما يعلم بيه الا ربنا؟ الرغيف دلوقتي عامل 33 قرش، لان الثلاث رغيفه بجنيه، يعني حضرته يتصدق ب 33 بلاش. ليه؟ يشتري ثلاث بجنيه عيش، واخد بالك، ويطلع رغيف لله. ده أقل متمول، أقل حاجة الرغيف دوت اللي هو يعني كعقلة الأصبع كده صغير يتصدق به، ده أقل متمول. إن لم يعين الإمام قدر معين، ولكن افرض قال عليكم أيها الناس أن تخرجوا 100 رنجت للرواق الجاوي، وجب عليكم أن تخرجوا بأمر الإمام 100 رنجت للرواق الجوي. وضابط من تجب، طب ومين بقى اللي تجب عليه الصدقة؟ طب مين اللي هاجب عليه؟ ده أنا اللي رايح على قد اللي جاي. الناس كده تقول لك اللي رايح على قد اللي جاي، يعني إيه؟ ده عبارة المصريين، اللي رايح يعني اللي منفوق المصروف مساوي للي بيجي، يعني إن كان بيجيني مثلا دخل 5 مصاريفي 5، هطلع منين الباقي؟ دي الضروريات. بيقول لك اللي جاي على قد اللي رايح. قال لا، مش عليك انت، ده على شخص دخله 8 وهو بيصرف 5، او دخله يعني 6 وهو بيصرف 5، يبقى في واحد زيادة، انت اللي عليك تطلع مش اي حد. ويأمرهم بالعتق كذلك، يقول لهم اعتقوا ما عندكم من الرقاب لعل الله ان يرفع عنا من البلاء. وايضا ضابط من يجب عليه العتق هو الذي لو حنث في يمينه لوجب عليه ان يعتق،
اللي هو بيبقى واجد للعبد زائدا عن حاجته وزائدا عن خدمته وإلى آخره. ويأمرهم كذلك بالصيام، وإذا قال لهم صوموا لربكم سبحانه وتعالى يبقى يجب عليكم أن تصوموا ولو يوما واحدا. وإذا قال لهم ده كل ده لأن أمر الإمام يجب، وإذا قال لهم صلوا وادعوا الله وجب عليهم حينئذ أن يصلوا ركعتين، ده إن لم يعين قدر. لكن افرض قال لهم صوموا 3 أيام تعين عليهم أن يصوموا 3 أيام، صلوا 10 ركعات تعين عليهم أن يصوموا 10 ركعات. ويسر في كسوف الشمس، يعني صلاة الكسوف تكون سرا لأنها صلاة نهارية. طب افرض ان هو صلاها والشمس غربت كاسفة وهو ما زال يصلي، يستمر على إصراره أم له حينئذ بالغروب أن يجهر؟ قالوا لا يجهر. ليه؟ لأن الوقت ده وقت إيه؟ وقت الجهر. مدام غربت كاسفة أو غربت غير كاسفة وما زال هو يصلي، يسن له في هذه الحالة أن يجهر، لأن الجهر سمة الليل. طيب كويس، ده بالنسبة للكسوف. طب والخسوف؟ قالوا يجهر في خسوف القمر بشرط عدم طلوع الشمس. هاب ان هو بيصلي للخسوف وظل يصلي حتى طلعت الشمس وما زال يصلي، خلاص عند طلوع الشمس هذا وقت الإصرار. قال وتفوت صلاة كسوف الشمس بالانجلاء. انجلاء الايه؟ يعني تفوت صلاة كسوف الشمس بانجلاء، يعني انكشاف التغير، ذهاب التغير. ذهاب تغير ايه؟ ذهاب تغير جميع القرص، قرص الشمس كده لا يكون متغيرا. طب افرض ان كان القرص متغير تغيرا كاملا ثم يعني زال بعض التغير، هل يفوت الوقت؟ لا، طالما ان في تغير في القرص لك حينئذ ان تصلي. طب افرض ان هو طلعت الشمس وانكسفت ثم بعد ذلك حال بينه وبينها حائل لا يدري هل ما زالت كاسفة أم زال التغير؟ قالوا الأصل بقاء ما كان على ما كان، وعلى هذا له أن يصلي. قالوا كذلك وتفوت صلاة خسوف القمر بالانجلاء. فهمنا كلمة الانجلاء دي يعني زوال التغير من جميع القرص، وطلوع الشمس يعني أنا بصلي خسوف القمر وما زلنا القمر خاسف، راح الشمس طلعت والقمر زي ما هو خاسف، هل أنشئ صلاة لخسوف القمر أم لا؟ قالوا لا تنشئ صلاة. طب واللي بيصلي وما زال يعني يصلي؟ قالوا خلاص يستمر، لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. طب افرض ان هو ظل يصلي لكن الفجر طلع خالط الابيض وما زال القمر خاسف، يبقى صلي مفيش مانع، لا تفوته بطلوع الفجر. ليه؟ قال لان اللي بعد الفجر لغايه طلوع الشمس ملحق بالفجر، يبقى انت لسه ما زلت في الليل. طيب كلام جميل، اللي بعد كده
طب افرض ان هي غابت الشمس، غاب القمر خاسفا، يعني مشفناهوش، كان خاسف ثم بعد ذلك غاب عنا في الرؤية، هل تفوت الصلاة؟ لا تفوت، لأن الأصل عدم زوال التغير، والأصل بقاء ما كان على ما كان، فيجوز إن أنا أنشئ صلاة لأن الأصل عدم ذهاب الخسوف. طب افرض إن هو غاب خاسفا واستمر حتى طلع الفجر، طلع الفجر ما بين طلوع الفجر لغاية طلوع الشمس، وغاب القمر خاسفا، أصلي ولا ما صليش؟ في خلاف بين الجديد والقديم، والجديد يقول لك صلي، لأن الأصل إيه؟ بقاء ما كان على ما كان. هنا في فرع اعتاد أصحابنا أن يذكروا، وهو فيما لو اجتمعت صلوات أيها يقدم، وده فرع مهم يعني أمانة بطالب العلم نذكره، ولو اجتمع عليه كسوف وجنازة، اللي حصل يا أولاد الشمس كسفت ورايحين المسجد هنصلي صلاة الكسوف، ولسه هنصلي وجدنا ناس داخلين بجنازة ونعش وعمالين يقولوا الله لا إله إلا الله، طريقة المصريين لا إله إلا الله، لا طب يبقى في جنازة حاضر، هنصلي بقى الجنازة ولا نصلي صلاة الكسوف؟ قال هي الكسوف ايه؟ قال الكسوف دي سنة والجنازة فرض كفاية، أيهما يقدم، فرض الكفاية أم الكسوف؟ قالوا فرض الكفاية. قدمت اللي هي إيه؟ الجنازة، لأنها فرض كفاية، يبقى دي الصورة رقم واحد. طب لو اجتمع عليه عيد وجنازة، عيد وجنازة، رايحين نصلي صلاة العيد وجدنا جنازة وقفت عندنا في الخلاء أو في المسجد، هنقدم إيه؟ هي نفس الفكرة، هو العيد إيه؟ سنة، والجنازة إيه؟ فرض، أيهما يقدم؟ الأهم الفرض. طيب اجتمع عليه كسوف وفرض، اللي حصل ان احنا أذن لصلاة الظهر وكسفت الشمس، وجبت علينا الظهر رقم اتنين، وجبت علينا مش وجب، حصل ان قرص الشمس تغير فكسفت، ايهما نقدم؟ يا ترى نصلي الفرض ثم بعد ذلك نصلي الكسوف، ولا نصلي الكسوف ثم نصلي الفرض، ولا فيه تفصيل؟ دي احتمالات ثلاثة، إما تقدم الفرض، إما تقدم الكسوف، إما أن تفصل بين ضيق الوقت وعدم ضيقه. قال قدم الفرض إن ضاق وقته، قال والله يا مولانا خلي بالك الظهر وإحنا هنصلي الصلاة الكاملة، بخلاف ما إذا كان مش هنصلي الصلاة الكاملة، هنصلي مثلا كسنة الظهر، يبقى في هذه الحالة لا، الظهر وقته متسع، يبقى صلي الكسوف ثم صلي الظهر. طب أنا هنصلي بالهيئة الكاملة، لا مش هيكفي الظهر، صلي الظهر الأول ثم بعد ذلك صلي الكسوف. طب افرض اني اجتمع الكسوف والوتر، انا متهيالي الخسوف مش الكسوف، كسوف ايه؟ الشيخ الباجوري كاتبها الكسوف،
عندكم ايه في النسخ؟ كسوف. هو بقى لعله اجتمع بمعنى تصحيحا للعبارة انه هيقضي هيقضي الوتر في النهار، وكأنه يقول اجتمع قضاء الوتر مع الكسوف تقريبا، يعني تقريبا تصلح يعني تصورها هكذا، او الخسوف. نعم، او الخسوف. ولذلك في الحاشية هنا بيقول لك ويقدم الاولى الخسوف مؤلف، يعني في بعض الشراح، بعض المعلقين، مش المعلقين على الكتب، يعني بعض العلماء، مش المعلقين الرياضيين، بعض العلماء كتب قال لك والاولى كان يعبر بالايه، بالخسوف، لكنه لعله اراد يعني اطلق الخسوف واراد به الكسوف واراد به الخسوف، او لعل التصور، ولكن التصور اللي انا بقوله عليه ده بعيد. قال هنقدم الوتر ولا الكسوف؟ قال له قدم الكسوف، لان الكسوف اكد طلبا وندبا من الوتر، ولان الوتر ممكن يقضى اما الكسوف مش هيقضى. طب وجنازة وفرض، اجتمعت صلاة جنازة وصلاة فرض. قال والله قدمت الجنازة ان اتسع وقت الفرض. لو كان وقت الفرض واسع يسع صلاة الجنازة وصلاة الفرض، يبقى قدم حضرتك الجنازة تعظيما لشأنها حتى يدرك أهلها دفن ميتهم، دفن ميتهم. طب افرض لا الوقت ما اتسعش ولم يبقى إلا قدر 4 ركعات على صلاة العصر، وجاءت الجنازة، أصلي الجنازة ولا أصلي العصر؟ لا، أصلي الأول العصر. طب افرض إن الوقت ضيق لا يسع إلا صلاة الجنازة، والميت لو تأخرنا به سيتغير، لا أقدم الجنازة، ويصير هذا عذر مجوز لك في تأخير الفرض. طب افرض ان انا اخرت الجنازة من اجل كثرة المصلين، قال خلاص ما فيش مانع. هذه فروع لطيفة ذكرناها في هذا الباب. نقرأ بقى فيه صلاة الايه، الاستسقاء. خلصنا كده مع بعض يا اولاد، خلصنا مع بعض صلاة الكسوف الحمد لله. نقرأ فيه صلاة الاستسقاء. طبعا صلاة الاستسقاء يقول لك قال الإمام أبو شجاع رضي الله تعالى عنه وأرضاه وصلاة الاستسقاء مسنونة. قبل أن نتكلم على صلاة الاستسقاء نتكلم على ما جرت به عادة العلماء من أنهم يتكلمون على يعني مشروعية الأبواب. قالوا والأصل فيها، يعني الدليل فيها، اتباع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كما أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم. واستأنسوا لصلاة الاستسقاء، وده كلام جميل، بقول الله تعالى وإذ استسقى موسى لقومه. استسقى يعني إيه؟ يعني طلب السقاية. هو ده كان استئناس وليس استدلال. أصل استدلال يعني إيه؟ يعني دليل عندنا، يعني ما فعله موسى واستسقائه دليل عندنا. طب ده ينبني على إيه؟ ينبني على شرع من قبلنا، وهل شرع من قبلنا حجة لنا أم لا؟ الراجح عندنا في مذهب الإمام الشافعي أن شرع من قبلنا ليس شرع لنا، وإن ورد في شرعنا ما يقرره، ولذلك ليس هذا دليل، وإنما هو استئناس، شيء كده يعني بتطمئن إليه النفس. عارف أنت الاستئناس جاي منين؟ جاي من الأنس، يعني وأنا ماشي كده بستصحبه،
يبقى الاستئناس اسمه ايه؟ استصحاب. مش استصحاب بالمعنى الاصولي عندنا، استصحاب بالمعنى اللغوي، انه معايا معايا كده بيونسني بيونسني. انت عارف الونس؟ تعرفوش انتوا مش دارسين على اللغه العربيه ولا ايه؟ يعني صديق لكن لا اعتمد عليه. وشرعت في السنة السادسة من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولها هيئات، أقلها الاستسقاء يحصل بمطلق الدعاء. احنا بنتكلم على الاستسقاء يحصل بأقل الدعاء، تقول اللهم أنزل علينا الغيث بس كده. في الحالة دي يبقى الحمد لله استسقيت. وأكمل منه إن حضرتك تصلي أي صلاة وبعدها تدعي تقول اللهم أنزل علينا الغيث، أو بعد ما ندرس المحاضرة بتاعتنا مثلا نقول اللهم أنزل علينا الغيث، أو بعد ما نخطب خطبة الجمعة نقول اللهم أنزل علينا الغيث، يبقى كده حضرتك استسقيت. وأكمل منه الهيئة التي يأتي ذكرها. والاستسقاء شرعا طلب سقيا العباد من الله تعالى عند حاجتهم إليه، طلب سقيا العباد، يا رب أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. عند الحاجة، الحاجة اللي هي إيه؟ قلة الماء، ما فيش ميه بتنزل من السماء، نهر النيل جف لا قدر الله، البئر التي نشرب منها قل ماؤها، اخواننا في ماليزيا ما عندهمش مطر ممكن ان احنا نستسقي لهم، اخواننا في جنوب افريقيا ما عندهمش مطر نستسقي لهم، وهكذا. واما معناها اللغوي اللي هو طلب السقيا مطلقا، سواء كان من الله كان من العباد كان من فلان كان من علان، اهي سقيا. طيب قال ولو احتاج الطائفة الى الاستسقاء، اخواننا مثلا في المكان الفلاني احتاجوا للاستسقاء، يسن لنا نحن ان نستسقي لهم. يعني ايه؟ ندعي ونقول يا رب أنزل الغيث على المكان الفلاني من البلاد الفلانية وأغث أهله بالماء والشراب وهكذا، وأنزل علينا كذلك الغيث ومتعنا به إلى آخره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. والمؤمنون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. إلا بقى إن تكون الطائفة اللي أنت بتستسقي ليهم وهابية، فلا يسن لك أن تستسقي له. ليه يا مولانا؟ قال لأنك أنت لو استسقيت ليهم ربنا ينزل الغيث عليهم، الناس ينخدعوا بهم، يقولوا إيه ده الوهابية نزل عليهم الغيث يبقى طريقتهم كويسة. خد بالك؟ طيب، أو ممكن إن أنت تمثلهم بالشيعة يعني، بس الوهابية برضه لأن هم مبتدعة. قال وصلاة الاستسقاء سنة مسنونة، يعني مسنونة سنة مؤكدة. ومحل كونها سنة مؤكدة ما لم يطلب الإمام صلاتها، ولو طلب الإمام صلاتها مش هتبقى سنة مؤكدة، هتبقى واجب. وجبت بإيه؟ بأمر الإمام. طب هو وقتها إمتى؟ قال أنت هتصلي جماعة ولا هتصلي منفرد؟ لو صليت منفرد بإرادتك لفعلها يدخل وقتها، لو هتصلي جماعة باجتماع الناس لها يدخل وقتها. اجتماع الناس اللي هم مين؟ اللي هم غالب الناس، مش كل الناس. قال وصلاة الاستسقاء مسنونة وتسن لكل أحد،
سواء كان رجلا أو امرأة، مسافرا أو مقيما، عبدا أو حرا، إلى آخر ما ذكر علماؤنا. وتكون عند الحاجة، عندما نحتاج إلى الماء بسبب انقطاع المطر أو بسبب جفاف العين، فحينئذ أو قلتها، فحينئذ يسن لنا أن نستسقي. طيب، وبعد كده قال: افرض ان احنا صليناها، بعد ما صليناها المطر منزلش، والابار الجافه يعني ما زالت جافه، هل لنا ان نعيدها؟ قال: نعم، لك ان تعيدها ثانيا وثالثا ورابعا بحسب حاجتك الى ذلك، حتى يعني تغاث من الله سبحانه وتعالى. طب الصورة بقى كيفية إلا يحصل؟ قال: فيأمرهم الإمام. والفاء هنا بنقول عليها فاء الفصيح، يعني إذا أردت أن تعرف كيفية الاستسقاء الكاملة فأقول لك: يأمرهم الإمام. الإمام يعني مين؟ يعني وزير الأوقاف، ممثل الآن في وزير الأوقاف، لكن الإمام هو رئيس الدولة، ورئيس الدولة بيخول رئيس الوزراء، ورئيس الوزراء بيخول وزير الأوقاف. أنا بتكلم على عندنا في مصر يعني، وبرضك عندكم أيضا، عندكم ستجدوا هذا يعني. يأمرهم بالتوبة، والتوبة لغة الرجوع، تاب إلى كذا يعني عاد إليه، وشرعا الإقلاع من الذنب. شو بقى اهي ده معناها الشرع، الإقلاع من الذنب والندم عليه. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الندم توبة. الندم يعني ايه؟ يعني أن القلب يتألم على أنه قد عصى الله سبحانه وتعالى وخالفه، والعزم على ألا يعود. يبقى ندم عزم إقلاع. إقلاع يعني إذا كانت المعصية مستمرة لا يكون تائبا إلا إذا أوقف هذه المعصية ولم يعد إليها وندم عليها. يبقى كده أركانها ثلاثة. الإقلاع ده ركن، الندم ده ركن، وهو أعظم أركانها، كما يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. ثلاثة: العزم على ألا يعود إلى ذلك مرة ثانية. فإن كان الذنب متعلقا بحقوق العباد زاد رابعا، وهو أن يرد تلك المظلمة التي أخذها من صاحبها، مع أنه يشترط ألا تصل الروح إلى الحلقوم، يعني في الغرغرة. أول ما لقى كده ملك الموت قال: بس تبت إلى الله، ما خلاص. أو طلعت الشمس من مغربها، خلاص. دي أوقات لا ينفعش فيها التوبة. ويأمرهم كذلك الإمام بالتوبة، ويلزمهم بأمر الإمام امتثال هذا الأمر، فيجب عليهم طاعة الإمام. ولكن طاعته في كل شيء؟ لا، فيما ليس بمحرم أدي واحد، وفيما ليس بمكروه أدي اثنين. ثلاثة: يطيعونه طاعة واجبة إذا أمرهم بمباح ترتب عليه مصلحة عامة. طب ما هو الواجب واجب، سواء الإمام أمر به أو ما أمرش، لكنه إذا أمر به الإمام صار مؤكدا. طب افرض إن الإمام أمرهم بالصيام وأمرهم ورجع عما أمر، هل بيسقط؟ قالوا: لا، ما دام أمر لا يرجع ما أمر فيه بإسقاطه. يعني لو قال لهم مثلا صلوا وقال لهم: لا 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 ما تصلوش، لا ما بيسقطش. طب هل الإمام لما أمرهم هو يخش معاهم؟ قالوا: لا، لا ينتظم أن يأمر الإنسان نفسه، مش هيبقى كلام معتدل. ويأمرهم كذلك بالصدقة، يقول لهم: تصدقوا. وإذا أمرهم بالصدقة وجب عليهم أن يتصدقوا.
ويجب عليهم أقل ما يصدق عليه الاسم اللي هو أقل متمول، يعني رغيف عيش من الرغيف اللي هو بيتبعت 3 بجنيه في مصر، يعني أعرفش عندكم شكلها إيه. ويعتبر في وجوب الصدقة أن يكون هذا الذي أمر به فائضا عن حاجة الإنسان وحاجة من تلزمه نفقته. ولكن هذا إذا لم يعين الإمام قدرا، قال لهم تصدقوا بس كده وأطلق. طب لو عين قال لهم تصدقوا بمئة رنجت، يتصدقوا بمئة رنجت. طيب قال بعد ذلك: والخروج من المظالم، يأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم. طب ما هو الخروج من المظالم ده ركن من أركان التوبة فيما إذا تعلقت بحق العباد. قال ما هو ده من قبيل عطف الخاص على العام اهتماما بالخاص. طيب هل وكذلك يأمرهم بمصالحة الأعداء، لو في بينك وبين أخوك عداوة صالحه واتق الله. احنا النهاردة مش في يوم ما ينفعش نعادي بعض فيه ولا تقول لهم كده، يعني الإمام يعني راجل طيب. يعني إذا لم تكن العداوة في حق الله، واحد وهابي وأنا معاديه لأنه مبتدع وضال، تقول لي روح صالح معاه، ده أنا بعمل كده لله لأن هجر الفاسق مطلوب وكمان هجر المبتدع. اوعى يكون في حد وهابي، ولو في وهابي براحته. وكذلك يأمرهم بالصيام 3 أيام، يأمرهم بالصيام 3 أيام قبل أن يخرجوا إلى الصحراء يجأرون ويدعون الله سبحانه وتعالى بأن يفرج عنهم ما هم فيه، فيكون بالتلاتة وباليوم اللي هيخرجوا فيه يكون 4، يبقى وصيام 3 أيام متوالية، يأمرهم بصيام 3 أيام متوالية. طب افرض ان هو الكلام ده كان في رمضان، قال خلاص يكفي صيام رمضان. طب افرض ان هو في غير رمضان بس انا عليا صيام نذر فصمت اليوم ده عن نذر، هل يكفي عن اليوم الذي امر به الامام؟ نعم يكفي طبعا، قضاء كان عليا يومين من رمضان كنت فاضلهم وانا مريض وصمتهم، قلت اضرب عصفورين بحجر واحد، أصوم منها أن أنا أصوم عن يعني هذا الذي وجب علي وكمان أوافق رغبة الإيمان. قال له خلاص ما فيش مانع، لأن المقصود أن حضرتك تخرج إلى هذا اليوم الرابع وأنت سابق بصلاة. ويجب التبييت. طب الصيام دوت يعني ينفع اني انا انوي ليه من النهار؟ قال لا، لابد من التبييت لان الصيام واجب، وبدليل ان انت لو تركته تأثم. نعم، ما هو كل ده بعد امر الامام، يبقى هو بيتطوع من عند نفسه، له أن يفعل ما يشاء، نحن نتكلم فيما إذا أمره الإمام. طب افرض أنه هو الإمام أمر وهو ما صامش، هل يجب عليه أن يمسك بقية اليوم؟ قالوا لا، لأن الإمساك بقية اليوم من خصوصيات شهر رمضان. طب فات ما أمر به الإمام واستقينا و أراد أن هو يقضي، هل هذا يقضى؟ قالوا لا، لا يقضى، لأنه كان لسبب،
سبب الاستسقاء بأمر الإمام وقد زال فيزول، ولا يجوز الفطر فيه للمسافر عند العلامة الرملي إلا إذا تضرر به. افرض إن أنا مسافر وأمرني به الإمام وكنت قادرا لا أتضرر، لا يجوز لك أن تفطر، لأنك أنت لو أفطرت مش هتقضيه، بخلاف الصيام رمضان لو أفطرت هتقضيه. طب أنا بتضرر بالصيام في السفر، خلاص افطر ما عليكش حاجة. ثم يخرج بهم في اليوم الرابع، بهم يعني معهم، الباء هنا بمعنى معه، يعني يخرج معهم في اليوم الرابع. الله، صياما، يبقى اليوم الرابع ده كلهم يخرجوا الصيام عشان هيدعو الله سبحانه وتعالى، فإذا دعا وهو صائم يكون قريبا من الله، يبقى في روحانيات. ولا يسن أن يتطيب، يعني مش قبل ما يخرج، هيغتسل للاستسقاء عشان اجتماع الناس، وأما يضع روائح ويلبس أفضل ما عنده لا، فلا يسن أن يتطيب ولا أن يتزين، بل عليه أن يخرج أشعث أغبر، لأن هذه الحالة تكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. بل يخرجون في ثياب بذلة، بكسر الباء وإسكان الذال، بذلة يعني إيه ثياب بذلة؟ يعني الثياب التي يرتديها الإنسان عند العمل، وانت قاعد كده شغال في البيت بتلبس إيه؟ البس الثياب اللي انت وانت بتشتغل في بيتك بتنظف بتكنس بتلبسه، لأن ديت هيئة فيها افتقار، فيها التجاء، فيها انكسار. قال ويسن أن يذهبون في طريق من طريق ويعودون من طريق آخر، كصلاة العيد، يذهب من طريق ويعود من طريق آخر. يذهب مشاة، مشاة لأن فيها نوع من الإيه؟ من التواضع، من التضرع، من الاستكانة، إن لم يتضرروا بالمشي وإن لم يشق عليهم المشي. طب ينفع ان هو يمشي حافي؟ هل يسن يمشي حافي؟ قال له لا. طب ومكشوف الرأس؟ لا. قال لا حفاة ولا مكشوفي الرؤوس فإن ذلك مكروه، يعني ما تمشيش وانت حافي وما تمشيش وانت كاشف رأسك. وأما في رجوعهم ليك ان انت تركب وليك ان انت، لان خلاص حققت المطلوب ودعيت ربنا وانكسرت وتذللت إلى آخره. ويخرجون قال لك واستكانة، يعني يدعو الله باستكانة ويخرج باستكانة وتضرع أي وتذلل، ويخرج في هذه الحالة ومعه الصبيان، بالأخص اللي هم يعني الصغيرين دول، هبص تلاقيهم قلوب نقية ولا ذنب عليهم، فإذا رفعوا أيديهم إلى السماء لعل الله أن يستجيب لهم. طب إحنا نخرجهم معانا، ده ليهم أجرة بقى، أجرتهم على مين؟ عند الإمام الرملي قال لك أجرة خروجهم في مالهم، إن كان عندهم مال، ما عندهمش مال في مال من تلزمه نفقتهم. الإمام ابن حجر بيقول لك لا، أجرة نفقتهم في مال من عليه نفقتهم، مش أنت خارج بيهم، خلاص ادفع لهم وجب عليك. الإمام الرملي بيقول لا في مالهم، ابن حجر بيقول له لا في مال من عليهم نفقته، ابن قاسم بيقول لو كانوا هم يعني هيتضرروا معانا ب يعني قلة الأمطار وقلة الماء، يبقى لما يخرجوا يصرفوا يبقى الغرض هيعود إليهم. لو كانوا بيستسقوا لحد تاني وهم غير متضررين بهذا، يبقى على من عليهم نفقته. ويخرج معهم الشيوخ والبهائم والعجائز، لأن هؤلاء الشيوخ أقرب في الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. طيب النهاردة كده احنا نقف عند هذا.
وإن شاء الله من المحاضرة القادمة نتكلم على كيفية الصلاة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغيث قلوبنا بحبه وحب من يحبه وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا ربي على الحق أقدامنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور خلقك سلمنا وآمنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.